مو الحته الخاصه بالاخوان المسلمين او الاخوان، لان طبعا الاخوان دلوقتي ما بين هلالين المحظوره او الارهابيه، ماشي. الحاله دي ازاي تحل المشكل ده؟ مشكله تنظيم بقاله له 90 سنه. ايوه من 26 من 28 ايوه من 28 ماشي تنظيم بيتلون وبيتشكل وبيتحور، عامل زي الوباء بتاع الفيروس كورونا، يعني كل عقد عنده المتحور الان ان هو بقى دلوقتي ايد بقى بندقيه للايجار، اي جهاز استخباراتي بره بيستخدمه ضد الوطن عليكم. بس هم كمان بقى ماشي هم بره لهم اقتصاد قوي ولهم بنك ولهم تنظيم عالمي ماشي. لكن هو السؤال حلها ايه؟ حلها كما موجود قبل 52 احسن انتخابات اتعملت في مصر سنة 49 عملها حسين باشا شير، وكان للإخوان مقر في كل نجع وقرية وكذا وكذا وكذا، لكن ما كانش الإخوان بيشتغل لوحدهم، كان في فواد الوفد والسعديين والحزب مصر الاشتراكي والحزب الشيوعي الحادات هيصة. البرلمان كان 190 كرسي خدوا 11. اللي حصل من بعد 54 حصل تكتيم او ضغط على القوى الليبراليه اليساريه، وبقت في ثنائيه الحكم والاخوان الحكم كان مصر مفيش حاجه تاني. انا اتصور ان فتح المجال العام وقيام الحياه الحزبيه والبرلمانيه الحقه يبقى في عامل ثالث، ناس يعني مش الافكار كلها دول اللي بيقولوها بس، لا في ناس ثانيه بتتكلم كلام ثاني. اتصور ان ده الحل، لان جربنا حلول كتيره عبر من 54 عملنا و65 عملنا وبعد مقتل السادات عملنا وبعد طبعا بعد يونيو عملنا، فممكن بتوجد الحركه لفتره بعدين يحصل بقى يبتدي يحصل حاجات كده، ايه الناس تطلع تقول مراجعات مراجعات، هقول لك انت مظبوط واحلف لك على المصحف بس انا عارف ان التقي وارجع تاني زي ما كنت. فهم الحل سياسي فيما ارى، الحل سياسي فيما ارى كما سبق كما شرحت. ده الحل السياسي ده، يعني ممكن نتكلم عندك تصورات للحوار الوطني في هذا السياق؟ أنا كان رأيي الحوار الوطني طبعا في جانب تنظيمي وجانب موضوعي، يعني الجانب التنظيمي اختيار 19 واحد كتير قوي للتنظيم، يعني ممكن يضيع وقت كتير في المناقشات والخلاف، يعني دي جانب. كنت أتصور الحوار الوطني لابد أن يكون إذاعة مباشرة على الهواء. واضح ان ما تحصلش اتفاق على ال 19، مش حد تاني لسه ما هو هم اتفقوا صوتوا وانا عندي كويس. طب ايه محاور؟ انا رايي ما نضيعش وقت كتير في مشاكل اجتماعيه، ونبدا عندنا باب الحريات، عندنا باب الاقتصاد لو ان ليا راي في الاقتصاد، عندنا باب التعليم بمراحل مختلفه، دول التركيز عليهم.